طيب بعد المباراة وبعد هذا الفوز المهم جدا تحدث مستر ريكاردو سواريش في المؤتمر الصحفي، نسمعه. القرار كان في أكثر من عامل. وأنا موجود هنا من أجل أن أدافع عن مصالح النادي الأهلي. Nós não podemos continuar a jogar de 3 em 3 dias e ver jogadores em esforço e a cair com lesão atrás de lesão. احنا ما ينفعش ان احنا نكون بنلعب كل 3 ايام ونشوف اللاعبين مجهودها مش قادره تطلعه كله، وغير كله ده اللاعبين بتقع مننا واحد ورا الثاني بسبب الاصابات. Também é importante dizer que os jovens da formação da nossa academia só estão com 15 dias. طبعا المدرب كان عايز يقول برضو ان اللاعبين اللي هم جايين من الفئات الثانيه يعني يا دوبك لسه ابتدوا الشغل من 15 يوم. Y temos ter algum cuidado para que não haja ou não continue a haver lesões atrás de lesões. وكان لازم ان احنا ناخد بالنا برضو نقدر نظبط العمليه دي عشان ما يحصلش منها اصابات بعد اصابات. E a diferença deste jogo para outros anteriores. واختلاف مباراه النهارده عن المباراه السابقه. Foi que nós marcamos gol primeiro e isso deu confiança e gerimos melhor o jogo. ان احنا طبعا سجلنا في الاول وده ادانا ثقه وقدرنا ان احنا نحرك المباراه شويه في اتجاهنا. Equipa está consistente defensivamente. الفريق يعتبر ثابت دفاعيا. O quinto jogo sem sofrer gol. المباراه الخامسه بدون ان احنا يجي فينا اهداف. In 10 jogos só sofremos gol em 2 jogos. في 10 مباريات دخل فينا اهداف بس مباراتين من ساعه ما حضرنا هنا. Isso é importante nós continuar assim, mas ومهم جدا ان احنا نكمل بالاسلوب ده. Mas sabemos que daqui a 3 dias já vamos ter outro jogo. بس طبعا حاطين في دماغنا او في اعتبارنا ان كمان 3 ايام في مباراه جديده. E temos que recuperar muito bem, que isto é impossível, impossível quando são tantos e tantos jogos. Nós nos últimos 36 jogos. عارفين طبعا ان كمان 3 ايام هيبقى في مباراه، فعشان كده مهم جدا بالنسبه لنا دلوقتي الاستشفاء والاسترجاع بالنسبه للاعبين انه يتم كويس. احنا دلوقتي في 36 يوم عملنا 12 مباراه. يعني كلام واقعي، والراجل سرد الظروف وقال الناشئين دول طلعوا لي من 15 يوم مع بعض الناقيين. هنا القرار بيبقى صعب استاذ ابراهيم، بتاخده ازاي؟ يعني التوقيت زي كل حاجه ليها توقيت. هو يعني ان هم واخدين اجازه راحه طويله راجعين بس من الاجازه بقى لهم 15 يوم. وهو اشار الى نقطتين مهمين جدا. قال لك الفرق في المباراه بتاعت الاتحاد ان احنا سجلنا بدري. فالدنيا سهلت علينا. ايوه. لكن خدوا بالكم ان احنا 5 مباريات ما استقبلناش اهداف الا في مباراتين. وعايزين نحافظ على معدل وثبات التنظيم الدفاعي. التنظيم الدفاعي. على اي حال احنا خلاص. ما هو انت كل شويه الراجل هيبتدي شغله يبان حته حته. ويحفظ الناس اكتر. وهيحفظ الناس اكتر. وانت حررته من قيد التارجت. وريني بقى او مقصله البطوله. وريني بقى اذا كنت انت راجل عندك مشروع وريني. ودي هتبقى فرصه حتى لتقييمه هو كشخصيه بيتعامل مع الدنيا ازاي. انا شايفه في المؤتمرات متماسك، يعني ما بيندفعش.